دلوقتي هنتكلم مع حضراتكم عن فريق بمركز حفريات جامعة المنصورة نجحوا في اكتشاف حفرية ديناصور هابيل القاتل. الديناصور ده عاش في مصر تقريبا يعني قبل 98 مليون سنة تحديدا في الواحات البحرية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الاكتشاف. معانا عبر الهاتف الدكتور هشام سلام مؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقرية. صباح الخير عليك يا دكتور، ولو تقول لنا يعني إزاي تم الاكتشاف وفكرة البحث عن تلك الحفرية. صباح الخير عليك يا أستاذة هدير، وصباح الخير على الأستاذ مصطفى وكل أهلا متابعينكم بحضرتك. الكرام. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. طبعا إحنا فريق بحثي شغالين على استكشاف التاريخ الطبيعي المصري، ولنا اكتشافات قبل كده زي المنصورة سورس وزي الفيوم سيتاس، كائنات عاشت قبل ظهور الإنسان بملايين السنين. آخر حاجة عندنا كانت لأحد طلابنا المتميزين بلال سالم، هو معيد في جامعة بنها وهو الآن في جامعة أوهايو بيحضر ماجستير في تخصص الديناصورات، وهو أول واحد يمكن في الشرق الأوسط يكون من الطلبة اللي بتدرس الديناصورات. يعني إحنا اكتشفنا الحفرية بالتعاون مع وزارة البيئة سنة 2016 من طريق مشترك، جبناها بس كانت مغطاه بكميه مهوله من الرمل والحديد بطبيعه المكان، يعني ما كناش عارفينها ممكن نقدر نقول لعده مثلا شهور، مش عارفين دي ايه، لانها يعني تقدر تقول التفاصيل التشريحيه مغطاه تماما بال ما كانتش واضحه جدا. قعدنا اشتغلنا عليها من ترميم وتنظيف، وطبعا العملية التحضير للعينة للدراسة بتاخد وقت كبير جدا لانها بتتم بدقة جدا تحت الميكروسكوب، وبنشيل تقريبا رملايه رملايه من على سطح العينة او الحفرية. خلصناها تقريبا في سنة، بعد كده بدأت ملامحها تظهر، وبنقارنها بالموجود في مصر ما لقيناهاش شبه اي فقره او عينه حفريه خالص. فبدانا نبحث بقى في الليترتشرز او الابحاث العلميه المختلفه من العالم كله، فلقينا الشبيه ليها كان حفريه الابيلوسوريد او ديناصور هابيل اللي موجود في امريكا الجنوبيه، وهو ديناصور شرس جدا من الديناصورات القاتلة لأنه بيتغذى على اللحوم، وله جمجمة يعني نقدر نقول قوية بأسنان حادة شكل نصل السكين. وبعدين مش بس كده، ده احنا لقينا الفقرة بتاعتنا يعني أكبر وأضخم من اللي موجودة في أمريكا الجنوبية، وبالدراسة والقراءة اتضح إن الديناصور ده سمي على شرف العالم الأرجنتيني روبرتو أبل، وترجمة الاسم لقينا اسم العيلة اسم يرجع إلى عائلة هابيل. تمام. طيب دكتور، يعني انا احنا بنتكلم يعني زي ما قلنا كده 98 مليون سنه، الكلام ده حقيقي؟ طبعا حقيقي. طبعا حقيقي، لان الاعمار الجيولوجيه مش بس احنا اللي بنحددها، ده العالم كله شغال على تخريط الكوكب الارض جيولوجيا. ففي ناس شغاله في تحديد اعمار الصخور من مئات السنين في كل بقعة من بقاع الأرض، يعني أنا أقدر أعرف بالضبط تكوين جيولوجي في أمريكا اللاتينية في دولة مغمورة صحيح. هو إيه وعمره إيه بالضبط. فإحنا طبعا الجيولوجيا عندنا كنا من أوائل العلماء في العالم كله، مصر والمساحة الجيولوجية بالتحديد كانوا بادئين مشروع تخريط الصخور عندنا من حوالي أكثر من قرن ونص يعني. فأعمار الصخور معروفة، ولما بنطلع حفرية من عمر من صقر ما بيبقى عارفين بالظبط العمر بتاعها إيه قبل ما نستخرجها يعني. طيب دكتور هشام، بيكون مصير هذه الحفريات إيه؟ إزاي بيتم الاستفادة منها؟ طبعا هي بتبقى مرجع علمي لكل
شغوفين بهذا العلم. يعني احنا مثلا عندنا في المنصوره سورس وقعنا لمجله النيتشر اكبر مجله في العالم على بيان ان هي حفريه المنصوره سورس هتكون متاحه للدارسين عبر العالم كله. فاي حد هيكتشف حاجه في العالم انا ما اقدرش امنعه ان هو يجي يقارن بيها كده. طب يعني الاستفاده الثانيه اتفضل. الاستفادة الثانية طبعا هي استفادة ممكن الدولة تتبناها ويكون لنا متحف تاريخ طبيعي زي اللي موجود في الناتشر هيست ميوزيوم في لندن او السميثسونيان في امريكا اللي بيزين المتاحف البيضاوية. يعني بالمناسبة ان كل المتاحف اللي بره دي بيزينها حفريات مصرية. صحيح. يعني لأن الحفريات المصرية تم اكتشافها سنة 1884 وكتير منها برضو القصة دي أحب أقولها هنا إن كتير منها كان بيسافر بره وما يرجعش. ومن ضمنها أربع ديناصورات تم اكتشافهم سنة 1912 بواسطة العالم الألماني سترومر اللي خدهم ووداهم ألمانيا واتدمرهم في الحرب العالمية الثانية لما القوات الجوية البريطانية ضربت متحف ميونخ 1944. حتى الحفريات بتتاخد بره وبتتحفر واتدمرت. طيب. وما عادش موجوده. طيب. ده اول ديناصور يطلع اكل اللحوم من المنطقه بعد تدمير الحفريات المصريه في ميونخ. طب اهميه ده ايه يا دكتور؟ يعني هيرشدنا لايه؟ هيكون دليل لايه علميا طبعا. وعالميا يعني لا في طبعا احنا عندي انا كشخصيا لي اهميه كبيره جدا لان احنا كنا لزمن يعني على طول التاريخ متفرجين للاكتشافات دي. ما كناش بنساهم فيها كعلماء على مدار تاريخ مصر. احنا الان بنشهد ان احنا انتقلنا من مقعد المتفرجين الى مقعد كتاب التاريخ الطبيعي بايدينا بايدي مصريه خالصه. الحاجه الثانيه بتدينا فهم وعمق ان احنا كبشر مش احنا بس الوحيدين اللي كنا سكان الارض. صحيح. كان عاش قبل كده سكان عمالقه انتهم وفانهم بسبب التغير المناخي. فبيدينا عمر بيدينا رؤيه كبيره جدا ان اليرت او حذر كبير جدا اللي بنعمله حاليا دلوقتي في كوكبنا الارض من عدم يعني زي ما حضرتك عارف التغير المناخي اللي حاصل دلوقتي هو شراره قد تؤدي الى انقراض الجنس البشري. بس ده هيكون انقراض بايدينا مش غصب عننا زي ما حصل مع الديناصورات اللي عاشت اكثر من 165 مليون سنه على كوكب الارض. طيب دكتور هشام، احنا عندنا مركز جامعه المنصوره للحفريات الفقريه، عندنا مراكز ايه تانية في مصر وشكل التعاون ما بينكم عامل ازاي؟ واحنا بنتكلم عن انه في حفريات موجوده بره مصر وعلشان يتم استردادها لازم يكون عندنا المعلومات كامله، لازم يكون عندنا الاوراق كامله زي ما بيحصل في الاثار، وشفنا يعني بعثات لاسترداد اثارنا المصريه من الخارج. طبعا اعتقد ان الحاجات دي محتاجه انتباه من الدوله، لكن الحاجات دي تمت خروجها من مصر بشكل رسمي مش سرقات. يعني كان في تعاون رسمي بين جهات الاجنبيه والجهات المصريه واستخرجت. وانا كنت واحد من الناس اللي درست الحفريات المصريه في الخارج، يعني من المتاحف الخارج. يعني كانت احنا فين من مساله متاحف الفقريات يا دكتور؟ والله احنا بعاد يعني. لكن احنا قريبين من ناحيه الاكتشافات والكوادر، قريبين جدا. انا كنت اول واحد وعندنا كمان فرق بحثيه على مستوى دولي. يعني ما حضرتك بتشوفي ان العالم كله امبارح كان بيتكلم عن اكتشافات المصريه. وفي المنصوره سورس والفيوم سيتاس كل العالم يعني حرفيا كل المنصات العلميه العالميه ما كانتش قعدت يومين تتكلم عن الاكتشافات المصريه. وعاوز اقول لحضرتك ان احنا وده يمكن يا دكتور هشام اللي بيخلي العالم كله ينتبه لمساله يعني الابحاث المصريه في هذه المجالات. يعني دايما بنقول ان يعني مصر هي بلد التاريخ وما قبله. صحيح. يعني مش بس التاريخ وبس، لا ده احنا عندنا حفريات بتحكي تاريخ لم يشهده بشر. يعني صحيح. الديناصورات ما عاشتش مع وجود الانسان. صحيح. لكن احنا بنلاقي اثرها موجوده وبنلاقي وبنقعد نعكف عليها
بعدة سنوات عشان نطلع معلومة موثقة يحترمها العالم ويقدرها وياخدها كريفرنس او مرجع لي في صحيح. الابحاث القادمه. طب انا عندي ربما سؤال يبقى يعني غريب شويه يا دكتور هشام. احنا نعرف ان الصحراء الغربيه فيها وادي الحيتان وان الصحراء الغربيه في يوم من الايام جيولوجيا كانت بحر لان وجد فيها كل هذه الحيتان الضخمه. حضرتك ايضا تؤكد لي ان الديناصور كان موجود في الصحراء الغربيه او في احد واحات الصحراء الغربيه. ده برضو يعني ربما علامه استفهام انا مش عارف يعني ارجع بالماضي، هل الحته دي كانت بحر ولا كان عايش فيها ديناصورات ولا الديناصور كان عايش في البحر؟ في اجابه ده سؤال جميل جدا. طبعا دي ازمنه جيولوجيه مختلفه. يعني احنا فعلا ايام الديناصور اللي احنا بنتكلم عليه وهو عمره 98 مليون سنه كانت مصر عباره عن، معلش يا دكتور هشام، ازاي بتقدروا تحددوا بالدقه دي الأزمنة والأوقات 98 مليون سنة؟ إزاي بتقدروا تحددوا بهذه الدقة؟ ما زي ما قلت لحضرتك، هو إحنا بنحددها بالعناصر المشعة في تحديد أعمار الصخور، علم يدرس من مئات السنين. ومش بس النهاردة إحنا بنقول إن الطبقة اللي إحنا استخرجنا منها الديناصور عمرها 98 مليون سنة بس، لا ده إحنا عارفين وعندنا أبحاث بتؤكد كيميائياً. ببساطة بناخد قطعة من الصخر اللي حاول العظم ده ونحللها كيميائيا ونشوف النظائر المشعة ونشوف فترة نصف العمر، وبعد كده بنقول عليها العمر المطلق بتاعها. طيب هي عمرها مثلا 98 مليون سنة. لكن ارجع لسؤال الأستاذ مصطفى عن الـ يعني مرة نقول حيتان ومرة نقول حفريات مثلا زي الديناصورات ومرة نقول اثلاف الضباع وكده. هي احنا ازمنه جيولوجيه مختلفه وكل زمن بيبقى ليه طبعا. يا دكتور يعني للحديث بقيه ان شاء الله تكون معانا هنا في الاستوديو ونتحدث اكتر يعني عن الابحاث العلميه اللي الفريق الطبي بتاع حضرتك بيعمله. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده الدكتور هشام سلام مؤسس مركز جامعه المنصوره للحفريات الفقريه. بنشكرك شكرا جزيلا يا دكتور على وجودك معانا.